جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، متى يكون الموت راحة للإنسان شيخ صالح؟ يكون راحة للمؤمن، يكون راحة للمؤمن من فتن الدنيا وآلامها وأحزانها، لأنه ينتقل من، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن يرتاح بالموت إذا أفضى إلى ما أعد الله له من الكرامة والنعيم، لأنه في هذه الدنيا في ضيق من الفتن وما والأخطار التي تعرض للإنسان في هذه الحياة. لذلك تكون وفاة المؤمن، تكون وفاة المؤمن خيرا له عند اشتداد الفتن وتعاظم الفتن التي تؤثر على دين المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن والحال ما ذكر شيخ صالح، الموت يكون محبوبا لدى المؤمن؟ المؤمن في بطبيعته لا يكون الموت محبوبا له، ولكن عند الوفاة يبشر فيزول عنه هذه الكراهة، تزول عنه هذه الكراهة. وإلا فكراهة الموت هذه طبيعة في الحيوانات وفي الآدميين. نعم، هذه طبيعة لكنها تزول إذا بشر بلقاء الله عز وجل. زالت هذه الكراهة وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. نعم.